ها نحن في العشر الأخير من شهر رمضان المبارك، ومن واجبنا أن نحسن الوداع كما أحسننا الاستقبال، وإنه لنستذكر في هذه العشر الأخير جملة من الأمور. ففضلا عن فضائل العشر الأخير وما فيه من ليلة القدر والقيام بحق العشر الأخير واستحضار واجب صدقة الفطر، أنه أيضا كان فيه فتح مكة، فتح الفتوح، الفتح الأعظم، لأنه الفتح الذي كان من آثاره أن دانت الجزيرة العربية كلها تحت راية التوحيد، لتنطلق الأمة الإسلامية إلى فتح العالم كله، لأنه كان فتحا للقلوب والعقول قبل أن يكون فتحا للبلاد، لأنه الفتح الأنموذج الذي لا تراق فيه الدماء ولا تستباح فيه الحرمات ولا تنتهك فيه المقدسات ولا تستحل فيه الأعراض ولا يكون فيه انتقام ولا ثأر ولا انتصار للذات، بل هو الهداية والرحمة، بل هو تحقيق العدالة والرحمة الإلهية والكرامة لهذا الإنسان. فتح الفتوح، فتح مكة الذي كان أساسه صلح الحديبية، إذ قال عليه الصلاة والسلام: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ومن ثم سمى الله سبحانه وتعالى صلح الحديبية فتحا، لأن من أعظم آثاره فتح مكة، فأنزل الله في صلح الحديبية سورة الفتح. لنتأمل في هذه السورة الكريمة وأين نحن من حقائق الفتح، ونحن أحوج ما نكون إلى فتح للقلوب، إلى فتح في العلاقات فيما بيننا وبين الله سبحانه، إلى فتح فيما بيننا وبين أنفسنا، في علاقاتنا، في أخلاقياتنا، في سلوكياتنا، في كل شيء، لنرى ما هي آثار هذا الفتح وكيف يكون لنا هذه الآثار، ما هي الأخلاقيات التي كانت لهم عندما يقول سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فماذا كان من ثمار ذلك؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. كيف كانت هذه الثمرات؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض. أتشكون أنه يمكن أن يكون فتح؟ كيف؟ ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. لما تنزلت السكينة في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخضعت قلوبهم ورقابهم لله وانقادت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبلوا بهذا الصلح، فكان فتح الحديبية أثر سكينة تنزلت على قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون من وراء ذلك المغفرة، ليكون من وراء ذلك تمام النعمة، ليكون من وراء ذلك تمام الهداية، ليكون من وراء ذلك النصر المؤزر. نعم، لأنه بالفتح ارتقت النفوس والقلوب إلى علاقة التوبة الكاملة مع الله، وإذا ارتقت النفوس إلى علاقة التوبة الكاملة مع الله يكون الفتح ويكون النصر ويكون التأييد من الله. فأين نحن من علاقة التوبة مع الله؟
ليكون من آثار هذا الفتح ويتم نعمته عليك. وإتمام النعمة هنا كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أي أن يمكنكم من أداء جميع تشريعاته سبحانه وتعالى. فإذا ما أردنا تمكينا في الأرض أن نتخلق بأخلاقيات الفاتحين ويهديك صراطا مستقيما من تمام ثمرات هذا الفتح، أن تتحرر الأمة في إرادتها وفي قراراتها ولا يكون لأحد سيطرة عليها، فتتجه نحو منهج الله اتجاها صحيحا. فذلك من أعظم معالم الهداية. فإذا كانت كذلك فإنها مؤهلة للنصر في كل موقف. كيف يكون الطريق لنا ليكون لنا هذه الفتوح؟ لنجد في سورة الفتح قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح الذي سيكون، علم ما في قلوبهم. ما تنزلت هذه السكينة التي كان من ثمرات هذا الفتح العظيم الذي سيكون من ورائه فتوح أخر؟ ما تنزلت هذه السكينة إلا بعد أن علم الله ما في قلوبهم. ماذا علم الله في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استحقوا بذلك رضوان الله جل جلاله؟ بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الصدق، بيعة إيمان، بيعة حق، بيعة تسليم لله، بيعة رضا عن الله، بيعة ثقة بالله، بيعة توكل على الله جل جلاله. فعندما يعلم الله من قلوبنا الحب لله ولرسوله، وعندما يعلم الله في قلوبنا حق التوكل على الله ورسوله، وعندما يعلم الله في قلوبنا حق التسليم والرضا عن الله جل جلاله، يتنزل بالسكينة على قلوبنا لنكون محل رضوان الله. فعندئذ رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا ما علمه سبحانه وتعالى، أي ظهر علمه سبحانه وتعالى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قائمة على هذه البيعة الصادقة، بيعة الرضوان. والآن نحن أين من بيعتنا مع الله؟ وأين من بيعتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين صدقنا في ذلك وقد أقبلنا على الله جل جلاله في هذا الشهر الكريم؟ وكم نكون صادقين مع الله في بيعتنا لتتنزل السكينة علينا ليكون من وراء ذلك فتح بعد فتح بإذن الله، ليبين الله لنا في سورة الفتح هذه ما هي الأخلاقيات العظيمة، ما هي العلاقة بين القائد والأمة التي تستحق هذا الفتح، لتختم سورة الفتح بقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فهل قامت بيعتنا على أساس العبودية لله ومتانة العلاقة في ظلال الإيمان مع قيادة الأمة، وقيادة الأمة مع جندها أيضا في ظلال الرحمة فيما بينهم، لكنهم أشداء على الكفار ركعا سجدا؟ عبودية خالصة لله جل جلاله. هذا الفتح ثمرة الجهاد والمجاهدة، ثمرة الصبر والمصابرة، ثمرة العبادة والتقوى والتحقق بالأخلاق العظيمة. لذلك كان قبل ذلك سورة محمد سورة القتال، لأنه الجهاد المستبصر بنور الله. وكان بعد ذلك سورة الحجرات سورة الأخلاق، لأنه الفتح الذي قام على عظيم الأخلاق. منهج
يعطى لهذه الأمة إذا ما أرادت هذه الأمة أن تسير في طريق الفتوح. نعم، نستذكر هذا في هذا الشهر الكريم، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل بيننا وبينه فتحا سبحانه وتعالى، فتنشرح القلوب في الإقبال على الله جل جلاله بتوبة خالصة صادقة. ونحن نستذكر فضائل العشر هذه، وأن فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ولاحظ، هذا العطاء الإلهي لم يحدد لك وجه الخيرية ولا مجالها ولا حدودها، خير من ألف شهر لتنطلق الأفهام في ذلك في كل أنواع الخيرية. ومن هذه الخيرية من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن لا يبين لنا أي الليالي هي ليلة القدر لنجتهد جميعا في العشر الأواخر جميعا كما بين عليه الصلاة والسلام، لأنه علم سبحانه وتعالى من أعمار أمة محمد عليه الصلاة والسلام قصرها، فأراد الله أن يبارك لنا في الأعمال وفي الأعمار. فأين عهدنا وعقدنا وإقبالنا وصفقتنا مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فهل أحد أعظم عطاء من الله؟ يعجب المرء، بعض من يضع أمواله في الربا، ترى كم يعطى؟ 10%؟ بعض، وهذا الحرام. بعض من يتاجر إذا ربح ولم يخسر، ترى كم يعطى؟ كم يربح في تجارته؟ 10%، 20%، 100%؟ فأين نحن من تجارتنا مع الله؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، يجعل لك الألف 700,000 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. هل تصورنا أن ربحا يمكن أن يكون كعطاء الله سبحانه وتعالى؟ وبالتالي كم نتاجر مع الله، سواء في العبادات، سواء في الأخلاق، سواء في المعاملات، سواء في الصداقة، سواء في صلة الرحم. يحدثنا عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم: مالي مالي، أي يتعلق بماله، فيقول له: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أو قال فأبقيت. لذلك يقول في سياق آخر: أيكم مال وارثه أحب إليه؟ قالوا: ما أحد منا مال وارثه أحب إليه. قال: فإنه ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، انتهى، استفدت منه لا، أو لبست فأبليت، استفدت منه الآن. ثم ماذا؟ ستتركه وراءك وتخلفه وراءك ظهرية، لكن مالك الحقيقي ما تصدقت فأبقيت. كم عندنا من هذه الإيمان، من هذا الإيمان بهذه الحقائق؟ والله تعالى يقول: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. مع خواتيم شهر رمضان المبارك، نقبل على الله سبحانه وتعالى لنكون ممن أحسن العمل والختام، فعقد بيعة صادقة مع الله على التوبة، عقد صفقة رابحة مع الله سبحانه وتعالى في تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.